بيقولوا انه عمرو زكي ما كانش متاثر بموت والده خالص، واقف عمال بيضحك بيهزر في العزاء خالص. على فكره ده العزاء الثاني، وكان ده في نهايه العزاء، ومش فكره ان انت ممكن تضحكي بنت. يعني ايه العزاء الثاني؟ لا يعني بقول لك ده مش العزاء الاولاني كان في المنصوره، ده العزاء بعد كده عملته انا في الحمدلله الشاذليه في النادي. ومش معنى على فكره ان انا بضحك او ان انا بعمل كده وانا راجل مش متاثر، ده يا عم مش يعني متاثر، ما حدش دعوه. يعني انت ده والدي مش والدك، بتضحك وبس متاثر. لا لا، ولو عيطت بقى انا كده اتاثر، هو يا جماعه هو ابو حد مثلا وانا زعلان له راح جنبه. نفهم يا كابتن، على فكره احنا بنحاول نفهم وبنوضح. انت ليك حق النهارده انه كل اللي بيتقال انك ترد وتفهم الناس، بدل ما الناس تقول عليك كده وانت ما بتوضحش. فاحنا بنديك فرصه النهارده في برنامجنا، هذا هو غرضه. بص التوضيح. انا مش شخصيه على فكره، لو اقول لك انا مش كلام الناس ما بصادرش على فكره على كلامك. طب اولا هو مش فكره ضحك، اولا اللي موجوده دي يعني اكتر من اخت بالنسبه لي، سواء هي او مامتها، فاهمه؟ ومش واحده مثلا، مش مره على فكره ما سالتكش مين اللي كان واقف معايا. اما حته بضحك، هو مش ابوك على فكره عشان خاطر تقول انت بتضحك ابوك ولا ما بضحكش، انت مالك يا كابتن؟ ما تاخدنيش في حته. لا والله ما انا بقول عشان بضحك، هي دي الفكره يعني. موت والدك طيب كسر ظهرك؟ طبعا انا والدي بالنسبه لي اغلى حاجه في حياتي، وعلى فكره اكتر زعلت على، انا زعلان لغايه دلوقتي اصلا مش مستوعب وفاه والدي اكتر زي الحادثه بالنسبه لي. بس الحادثه ما اثرتش فيها اكتر من وفاه والدي على فكره. وبعدين او انا ما بضحكش مش في عزا واحد صاحبي وبضحك، اذا كنت بضحك يعني بضحك في عزا والدي اللي هم شايفين كده، انا بضحك في عزا والدي هو ده اللي يعني همهم في القصه. انا لو مش شخصيه مهمه انت مش هتفرق معاك، وبعدين انا ما يخصكش، ما يفرقش معايا. والدك اتوفى وهو راضي عنك؟ طبعا الحمد لله، والدتي راضيه عني وعاده برضه عايشه معايا. والدك؟ والدي طبعا.